في الثقافة والأدب. في الثقافة والأدب. الانترفيو. الانترفيو كل نهار أحد من ماضي ساعة لماضي ساعتين على الحياة فام. الانترفيو. تحياتي لكل متابعي الحياة فام أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي الجديد والمتجدد من برنامج الانترفيو، وين كل مرة نستقبلوا شخصيات مهمة من المجال الثقافي. الانترفيو كل نهار أحد من ماضي ساعة لماضي ساعتين على الحياة فام. الانترفيو. ضيفتنا لهذا الأسبوع شاعرة ناقدة وأستاذة جامعية. سعيد جدا وبكل حب باستقبال الدكتورة مفيدة جلاسي، أهلا بك. شكرا جزيلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة، كذلك أشكر كل مستمعي الحياة FM. شكرا. شكرا لك على تواجدك وعلى تلبية الدعوة. بين الناقدة والشاعرة والأستاذة الجامعية، ما هي الصفة الأقرب لقلبك؟ والله كلها صفات قريبة مني لأنها تمثلني في النهاية كشخص، ولكن دائما الشخصية التي أحبذها هي شخصية الناقدة. لكن أنت من الصغرى بديت تكتب في الخواطر والشعر، رحلتك مع الشعر كيفية كانت؟ هي رحلة يعني فعلا يعني تكون موجودة في الإنسان، يعني هذه الرحلة في داخله ويبدأها طبعا في سن حديث جدا مع حداثة الإنسان ومنذ نعومتي ربما أطفالي أنا أقول، ولكن هي بذرة موجودة وننميها طبعا بالكتابة، الكتابة المستمرة، وهو كذلك شغف قبل كل شيء بالقراءة قبل الكتابة، فالقراءة هي التي ربما تعطينا هذا الدافع وهذا الانبهار بعالم الأدب وعالم الشعر إلى غير ذلك، فننخرط في محاولات أولى، يعني نحاول أن نقلد أو نأخذ بعض العبارات يعني إلى أن تنمو هذه وتصبح عشقا يعني موجود يرافقنا يعني في كامل مسارات حياتنا. طبعا في فترة الطفولة وفترة شبابك، شكون الشاعر أو الأديب اللي كان يسحرك ويجذبك أكثر؟ والله هو يعني مع يعني منذ البداية هناك يعني نوع من التلاقي الروحي دائما بين الإنسان وبين هؤلاء الذين تقرأ لهم، فربما خاصة في البارحة فقط أنا وصديقتي حبيبة المحرزي نتحدث، فقلت لها كنت يعني أطالع وأنا يعني على فوق شجرة التوت، كانت لدينا شجرة التوت، فكنت أصعد وأقرأ نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، ذلك الجو الذي يعني تركنا يعني في عالم آخر، يأخذنا إلى عالم آخر، وربما يعني كذلك الأدب التونسي، يعني نحن لا ننسى أننا أيضا مثل علي الدعاجي وبذلك تلك الأجواء التي يكتب فيها علي الدعاجي وأبو القاسم الشابي طبعا كشاعر، فكل ذلك حفزنا لأن ننخرط في هذا العالم، عالم الأدب والكتاب. احنا أستاذة ما زلنا مواصلين الحوار معاك، لكن قبل هذا خلينا نزيد ونتعرف عليك أكثر مباشرة في هذا البورتري. ضيفتنا لهذا الأسبوع شاعرة وناقدة وأستاذة عربية، من الصغرى تعشق الحروف والكلمات، وين بدأت بكتابة الشعر والخواطر. اليوم نحكيه على الدكتورة مفيدة جلاسي. مفيدة جلاسي بعد ما تحصلت على شهادة الكفاءة في البحث وشهادة التعمق في البحث، كانت حازت زادة على الدكتوراه في اللغة والأداب العربية بعنوان الخطاب النقدي عند ميخائيل نعيمة بملاحظة مشرف جدا. وفي 2019 أصدرت مفيدة جلاسي أول ديوان شعري لها تحت عنوان نسيج الروح، وفي 2021 نشرت ديوان ثاني بعنوان ذكريات الزمن الآتي، وأصدرت مؤخرا كتاب مقاربات نقدية جدلية التقاطع بين الواقع الجمالي والتلقي الانفعالي في النقد الأدبي. بالإضافة لهذا تنشط مفيدة جلاسي باستمرار في النوادي والجمعيات الثقافية، كما أنها عضو في اتحاد الكتاب التونسيين، وين تقوم بتقديم مجموعات من الإصدارات الشعرية والسردية، وأكيد ما غير ما ننساو تجربتها الإعلامية في برنامج أدبي على قناة الحياة والحدث.
واليوم الدكتورة مفيدة جلاسي الشاعرة الناقدة وأستاذة العربية ضيفتنا في برنامج الانترفيو على الحياة فهم. ضيفتنا لهذا الأسبوع الشاعرة والناقدة مفيدة جلاسي. أستاذة، فمش شيء لم نوفق في ذكره في البورتريه؟ لا والله، شكرا على هذا التوثيق وعلى يعني هذا النظر في سيرتي الأدبية. طبعا هو فعلا يعني معتزة بتجربتي مع ياسر الصمتي، وهو إعلامي مصري، يعني كنت يعني خضت معه تجربة يعني إعلامية يعني من خلال الحدث والحياة، وكانت هذه الحصة يعني تذاع مباشرة على قناة الحدث، فتلك التجربة يعني كانت بالفعل تجربة يعني راقية جدا ورائعة، وتجاوب معها وتفاعل العديد وأعجبتهم، لكن الكورونا سمحها الله يعني انقطع هذا البرنامج عن البث. ممتاز. بما أنه أستاذة في بداية الحوار كنت قلت لي الصفة المفضلة بالنسبة لك هي صفة النقدة، ما هو تقييمك لحركة النقد في تونس؟ والله هذا سؤال يعني فعلا يعني خطير بمعنى الأهمية، طبعا الخطورة هنا، باعتبار أن حركة النقد يعني في رأيي في تونس لا ما زالت يعني لم يقع الاهتمام بها كما يقع، وما زلنا نرى أن الناقد يعني يعيش حالة من التهميش. فعادة نحن نرى أن الناقد فضل كبير على المبدع، هذا في يعني في الواقع يعني، ولكن في النهاية يقع الاحتفاء دائما بالمبدعين على حساب ربما النقاد، هذا ما نراه، إلا البعض الذين ربما يعني فرضوا أنفسهم بطريقة أو بأخرى في الساحة، ولكن ما زال النقد بصراحة ليس هناك اهتمام الذي يجب أن يكون للناقد وللنقد. ها نجد حتى الأمسيات التي تقام لغير ذلك، وأنا أنادي دائما بأن يهتموا، يكفي من هذا، لا أقول يكفي، ولكن أمسيات شعرية يعني نذهب لنقرأ يعني قصيدة وانتهى ونعود فرحين مسرورين. فيا حبذا لو يقع الاهتمام بالنقد في هذه الأمسيات والنظر في مناهج النقد ويعني المباحث النقدية، ونأتي بنقاد ونحتفي بهم، لما لا يعني، وفي النهاية لابد وأن يكون هناك نشر للمعرفة النقدية يعني في هذه الأمسيات، لما لا؟ هل النقد يتابع في الحركة الإبداعية نشيطة؟ لأنه البعض يقول فما شح نقدي. هناك شح، ولكن يعني في النهاية يبقى الأمر متعلق حتى بالمبدع الذي يعني يجب أن يكون المبدع في النهاية هو طرف، ولكن لا أحمله المسؤولية كلها، ولكن الإعلام كذلك له دوره في أن يعني يحتفي بالناقد ويحتفي كما يحتفي بالمبدع يحتفي بالناقد. فنحن نجد اليوم مثلا هذه الحفلات من التوقيع للإصدارات الجديدة في الشعر في الرواية لكن يبقى النقد هنا مبخوصاً حقه يعني في هذه الحركة. فلذلك للإعلام ربما الثقافي أقول يعني لابد وأن يقع الاهتمام بالنقد وبالنقاد أيضاً. لماذا أستاذة لا توجد جوائز مخصصة للنقاد سواء من سلطة الإشراف اللي تتمثل في وزارة الثقافة أو حتى من الجمعيات الثقافية؟ نعم، وهذا مثلاً كذلك يعني سبب آخر، لأن يعني نصف الوضع الذي يعيشه النقد في تونس وهو وضع يعني لا يليق يعني بأصحاب بالمبدعين في مجال النقد، لأن النقد هو إبداع على الإبداع يعني في النهاية، ولكن للأسف يعني ليس هناك فعلا جوائز واحتفاء بمجهود الناقد ومجهود الكتابة النقدية، فلما لا ترصد يعني جوائز لهؤلاء؟ فهناك تقصير كبير في هذا المجال، وكنا نرى يعني في مثلا هناك جائزة مثلا الأمير زايد أو هكذا، فيشارك فيها البعض، ومرة أخرى بصراحة أقولها
وليسمع الجميع أنه يقع لا أدري بأي طريقة يقع يعني اختيار فلان في كل مرة مثلا، لا أذكر الأسماء، وهذا مثلا مدعات لأن نتساءل لماذا يعني هذا الإنسان هو الذي يبرز دائما على الساحة. فإذا علينا أن نحتفي وشيء آخر مصيبة أخرى رأيتها أننا لا يعني لا أرى الإعلان عن هذه المسابقة، كيف وصل فلان لا أدري، يعني تعتبر وكأنها محصورة في مجموعة معينة يعني هذه الجوائز حتى يعني وإن كانت على نطاق عربي. نفهم من كلامك كأنه يعني جائزة النقاد اللي تقدم فيها الإمارات العربية المتحدة يعني مش قادرة تمشي لمستحقها؟ لا لم أقصد هذا، وإنما الإعلان عن المسابقة في حد ذاته يعني لا نتفطن إليه لا نراه، فإذا كأنه محصور في مجموعة معينة أو فلان هو الذي في كل مرة نجد اسمه. ممتاز وواضح جدا. الكثير يرى بأنه النقد الأدبي يطغى عليه المحاباة والمجاملات، مثال بالنسبة لك ما هي المقاييس اللي تعتمدها في عملك الأدبي؟ والله بالنسبة للنقد الأدبي نعم، هناك دائما تجد تلك الدراسات الانطباعية التي يعني فيها تركيز على الإيجابيات ويقع كذلك يعني نوع من التمجيد ومن والتغاضي عن ربما الأشياء التي يجب أن توجه المبدع وأن لكي يتطور ولكي يرتقي بعمله. لكن أحيانا نحن مثلا في اتحاد الكتاب، البارحة يعني أنا قدمت مجموعة شعرية لمعمر المجري فيوم الجمعة، فيعني تكلم من الحاضرين في إطار طبعا التفاعل مع الدراسة، فإذا قال لي لماذا كل هذا؟ قلت أنا لم أمجد أولا لأنني دخلت في مدخل، أنا دائما مدخلي للنقد يعني معروف، يعني دائما أدرس الأثر الأدبي ثم أنظر ما هو المدخل النقدي الذي سأدخل به هذا النص، النص يعني شعرا أو نثرا، فأتحاشى قدر الإمكان أن أدخل في مسألة التمجيد وأن يعني أو أمدح هذا العمل أو صاحبه، أنا أنظر إلى النص بعيدا عن ذلك. وطبعا لابد من أن أبرز بعض الهنات التي يعني نجدها ك يعني توجيه للمبدع، ولكن في إطار الاحتفاء أحيانا بهذا العمل الأدبي يعني هو احتفاء، فلست مطالبة بأن أكيل لهذا المبدع يعني فأوجهه عليك أنت بكل صرامة وبكل، فهذا يعني لا أجيزه في الحقيقة، ولكن إذا كان العمل أكاديميا فيجب أن نحدد يعني ما هي السلبيات ما هي الإيجابيات في إطار يعني توجيه أن المبدع لهذه الهنات التي توجد في سواء في الشكل أو في المضمون طبعا. كيف يمكن أن نؤسس مدرسة نقدية تونسية عندها بصمة خاصة بها ونلقاو هذا مثال موجود في عدة دول عربية كما المغرب اللي برشا يقولوا اليوم أهم النقاد في العالم العربي هم المغاربة؟ فعلا المغاربة فعلا يعملون كثيرا في مجال النقد ولهم دراسات أعود إليها وأجدها، وهي يعني من باب يعني فعلا تثري المعرفة النقدية للناقد، هو دائما نحن في حاجة إلى هذه المباحث مهما كان نوعها، ولكن في تونس فعلا ليس هناك تنظيم لهذه للنقد في إطار أنه نلتقي ونؤسس لمدرسة نقدية خاصة بتونس، فقط نجد كل يعمل هكذا يعني كما يشاء، يعني هناك انفراد بالعمل، لا نجد يعني تلاق في الرؤى، كل كما قلت يعمل على هواه. لي مشروع والله أنا وحبيبة المحرسي تحدثنا مرة وقلت لها لما لا نجمع دراساتنا يعني ويعني ننشرها في إطار ربما تحديد وجهتنا النقدية، يا حبذا
يا حبذا لو نلتقي طبعا في إطار يعني تأسيس لمدرسة نقدية خاصة بتونس، ولكن يبقى النقد في نظري دائما يعني مؤسس على المناهج النقدية مهما تكن، فلذلك لابد أن نواكب هذه الدراسات التي في كل يوم نجد يعني الجديد في النقد. مع فكرة أحداث بيت الناقد، لأنه برشا يحكيوا على الفكرة هذه كما ما فهم بيت الشعر بيت الرواية، مع فكرة بيت الناقد والله معها طبعا يا حبذا، ها ولد هي في إطار هذا بيت، عندنا نقول نادي الشعر مثلا في الاتحاد، اتحاد الكتاب هو مبني على النقد طبعا، يعني كذلك بيت الرواية كذلك مبني على النقد، ولكن مع ذلك في حاجة إلى أن نجتمع، إلى أن ندرس هذه المسألة وفي ذلك نخرج عملا يكون له صيت في النقد. هل تحتاج المدونة العربية النقدية إلى مدرسة خاصة تعبر عنها؟ المدونة نقدية المدونة يعني النقدية العربية إلى ماذا يعني؟ لم أفهم. يعني يعملوا مدونة نقدية عربية خاصة بها؟ هو موجود راهو، إذا تحدثنا على النقد الأدبي يعني من أساطين النقد الأدبي وملوكه ربما يقول، يعني هم النقاد العرب منذ القديم، يعني الباقلاني، ابن يعيش، الجرجاني، يعني الكثير والكثير، وابن رشيق، وهؤلاء كلهم مهدوا لمدارس، مدارس نقدية تلك، ودائما نبقى نعود إليه مهما مهما. اليوم نجد مدارس جديدة، مثلا المدرسة التفكيكية لجاك ديريدا أو باختين، في كذلك في النقد الروائي، يعني مدارس حديث، ولكن دائما نحن بالنسبة إلينا نحن لابد دائما تجدنا نعود. أنا درست مثلا في أطروحتي، درست الخطاب النقدي عند نعيم من خلال الغرباء، ولكن عدت في ذلك إلى مفاهيم قديمة يعني تعود إلى المدونة النقدية للنقاد العرب الذين هم يبقوا، هؤلاء يبقون هم أساس النقد في نظري. فلا يعني لا اكتفي بصراحه اعود الى الجرجاني وانا ادرس ديوان شعر حديث. واضحه جدا. استاذه احنا في الحوار عندنا فقره اسمها فقره الصندوق، وين نختاروا مجموعه من الاشخاص يتوجهوا لك ببعض الاسئله، مستعده لهذا؟ طبعا مرحبا بهم. يلا فلننطلق. وتوا نحلوا الصندوق في الانترفيو. نبدأ بالصندوق الأول اللي يجيك من الأستاذة هاجر منصوري، واللي تطرح عليك السؤال التالي. بعد تحياتي العابقة بالنجاح والتميز اللذين أرجوهما للكاتبة والمبدعة مفيدة جلاصي، أقول إنه يكفي أن ننقر على محرك البحث جوجل حتى تترأى لنا صورة لمفيدة جلاصي، لامرأة كاتبة وشاعرة وناقدة تونسية مميزة. أقرأ لها أشعار، كتبا في النقد ومقالات في النقد الأدبي، فأجدني أحاول أن أسأل الكاتبة والمبدعة مفيدة جلاصي بحكم اهتمامي بالشأن النسوي عن ما مدى حضور المشاغل النسوية في كتاباتك الشعرية وحتى في مقاربتك النقدية. هل فكرت كاتبتنا مفيدة جلاصي أن ترصد للنقد النسوي مكانا في جملة مقارباتها النقدية؟ الأستاذة هاجر منصوري تطرح عليك زوز أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول، ما مدى حضور المشاغل النسوية في كتاباتك الشعرية؟ في كتاباتي الشعرية، شكرا أولا للأستاذة على هذه الأسئلة الهامة. طبعا في كتاباتي الشعرية ربما تجد المرأة دائما موجودة عبر مثلا شهرزاد، أذكرها دائما عبر آلهة الحب والجمال، ويعني لأن أشعاري تأخذ بعدا ربما تأمليا فلسفيا، أو لابد وأن ننظر إلى الجانب الرمزي فيها.
بالنسبة مؤخرا قدمت محاضرة في الساحلين وقع استدعائي في مهرجان أديبات رائدات، وقدمت محاضرة عن الأدب النسوي واهتممت فيه خاصة بما هي الآليات التي تكتب بها المرأة اليوم يعني كمبدعة. والحقيقة يعني حضر حتى سي عبد الحميد فرحات وجميل الماجي وأشادوا بهذه الدراسة، حضر الكثير الحقيقة، فاهتممت فيها خاصة من أين تصدر المرأة المبدعة في كتاباتها. فلاحظت من خلال ما دراساتي طبعا وما درسته من كتابات أن المرأة المبدعة تكتب وهي تتألم، تكتب وهي يعني تعاني حملة المجموعة وتحمل على كتفها هذه المسؤولية وهذه الرسالة التي تريد أن تبلغها بما لديها بقلمها. فإذا هي تكتب وهي تتألم وهي تتوجع وهي تئن من خلال الحروف لكي ربما تعبر عما لم تستطع المرأة العادية أن تعبر عنه وما تعانيه في مختلف مجالات الحياة. واضح جدا. أستاذة نمشيو للصندوق الثاني اللي يجيك من الشاعر توفيق النهدي. نحب نرحب بالأخت والصديقة الفاضلة الدكتورة مفيدة جلاسي، ونحب نحييها من موقعي ونحب نسلم عليها برشا، ونقولها نعاود نشكرك مرة أخرى اللي معناها حضرت معايا في تقديم كتابي في معرض الكتاب الأخير في تونس، وكذلك نحب نشكرها على القراءة النقدية الهامة جدا واللي حازت إعجاب الكثير وإعجابي أنا بالأخص، لقصيدة أدغال العقل اللي كانت معناها قصيدة ذات منحة فلسفي وجودي. وفعلا الأخت الدكتورة مفيدة جلاسي كانت ما شاء الله عملت قراءة نقدية ذات مستوى رفيع جدا جدا، وعليه هنا نحب نسألها معناها على القصيد النثري اللي هو المنحة الفلسفي اللي هو مولدين في تونس ولا في العالم العربي، معناها عنده قراء متاعه، عنده ناس تحبه وتتابعه، وهل هو موجود بكثرة حتى من حيث الكتابة، معناها متوفرة كتابته معناها في تونس معناها ولا في العالم العربي؟ وربما إذا كان عندها معرفة والاطلاع معناها ربما تعطينا بعض الأسماء للذين تميزوا في هذا الخط الفلسفي الوجودي، إما الاطلاع عليهم لإثراء المعلومة والمعرفة. وشكرا لكم. شكرا للشاعر توفيق النهدي. ليسألك أستاذ، هل القصيد النثري اللي عنده منحة فلسفي عنده قراء وجماهيره في تونس أو لا؟ والله هو القصيد النثري يعني عموما ما زال كذلك، البعض يرونه أنه دخيل وأنه لا يجب أن نكتب، من البعض يتجرأ ويقول يعني تعسفا، أنا أراه في أن الذي يكتب القصيدة النثر لأنه لا يستطيع أن يتقن القصيدة الكتابة القصيدة العمودية يعني القصيدة، وهذا يعني افتراء أراه. اليوم القصيدة النثرية ما فيها من أبعاد وما فيها من ترميز وما فيها من إدهاش ومن إبهار أكثر من القصيدة العمودية، لأن وهذا ما بدأ البعض يراجعه بالفعل، يعني الكثيرون يعني كانت آراؤهم يعني تعسف كبير على القصيدة النثري. وإذا قارنا القصيد العمودي بالقصيد النثري سنجد أن القصيدة النثري، وهذا بينه أدونيس ونازك الملائكة والسياب كلهم يعني كتبوا في هذا، فالقصيدة النثرية لمن لا يعرف تحمل من المعاني ومن الدلالات ومن يعني عالم آخر وأكوان أخرى يدخل فيها، حتى القصيد النثري ليس كل من هب ودب يمكن أن يكتب فيه. نعم، رغم هذا الاستسهال أحيانا للبعض فيستسهل الكتابة ويأخذ سطرا من هنا وسطرا من هنا، وهذه مسألة أخرى يعني سندخل فيها وانتهى
إذا ما شاء الله يعني كتب قصيدة نثريا. إذا فعلينا أن نقيم الأمور في هذا المستوى، في أن هناك احتفاء كبير اليوم بالقصيدة النثري الذي له يعني قيمة، وله كذلك يعني يعبر عن شخصية صاحبه وعن العالم، هو كون كامل القصيدة النثري. واضحة جدا. نمشي للصندوق الثالث والأخير اللي يجيك من الكاتبة الشابة نور فريخة، ولتطرح عليك سؤال بسيط: ما هو مفهوم النجاح؟ السؤال متاعي هو كيفاش تعرف روحك إنسان ناجح؟ معناتها قراية كوتي بصفة عامة نحكي، معناتها كيفاش واحد يعتبر روحه إنسان ناجح في حياته؟ معناتها شنو ما الحاجات اللي لازم يكون عنده؟ شنو ما الصفات؟ اسكو معناتها يرضى باللي عنده؟ اسكو يخدم على حاجات معينة؟ هذا هو سؤالي. هذا هو سؤالها: ما هو مفهوم النجاح؟ كيف تنجم تجاوب؟ والله قبل أن أجيبها فقط ملاحظة، أشكر صديقي توفيق النهدي، وقد فعلا قمت له بتلك الدراسة، والآن أنا درست له ديوانه كذلك واجب الوجود، وإن شاء الله سأقدمه في اتحاد الكتاب وعدته بذلك. بالنسبة لسؤال صديقتي نور فريخ، نعم، النجاح يعني الإنسان لا يقيم هو أنه ناجح، ويترك ذلك لمواقف الآخرين وكيف يقيمون أعماله. بالنسبة إلي طموح الإنسان هو أن يعمل وأن يثبت وجوده وأن يطمح لأن يضيف في الساحة. فلا نبحث، طبعا نبحث عن النجاح، ولكن دائما كلما يعني مررت من مرحلة إلى أخرى تشعر بأنك لم تحقق ما تريده. هذا هو يعني الطموح الذي لا ينتهي، فترانا دائما غير راضين عن أنفسنا ونحاول أن نقدم الأفضل ونمر إلى الأفضل. طبعا واضحة جدا، وهذه كانت فقرة الصندوق. وتوا نحل الصندوق في الانترفيو. للناس اللي ما زالت تلتحقت بينا، نذكركم بكانوا ضيفتنا لهذا الأسبوع الشاعرة والناقدة والدكتورة مفيدة جلاسي. أستاذة، كنت أصدرت أول ديوان شعري ليك في سنة 2019 تحت عنوان نسيج الروح. للناس اللي تتابع فينا في الديجيتال ينجموا يشوفوا الديوان. كيف تقدم لنا هذا الديوان؟ والله هو باكورة نسيج الروح، هو باكورة أعمالي، واعتبره تجربتي الأولى البسيطة المتواضعة التي أقر فيها بأنها تجربة يعني ما زالت في طور النمو، ويعني نشرت فيه تقريبا قصائد يعني قديمة جدا كذا يعني نظمتها، وحاولت أن أجمعها في هذا الديوان لكي ربما أسعد بشيء أراه أمامي من يعني نشرته هكذا يعني تجربة أولى. نتصور أي واحد يشوف الغلاف من برا، الغلاف غامض وجذاب في نفس الوقت، ما هي دلالاته؟ والله هذا الغلاف اختاره المرحوم كمال حمدي، وهو يعني في دار النشر تلك، توفي مؤخرا طبعا، وهو اختاره فقابلته، رأيته يعني ربما يعني في علاقة جدلية بالمضمون الذي يعني كتبت فيه الديوان، فاختار هو استشارني وأنا قابلته، رأيته معبرا جدا. ومن ثم في 2021 كنت أصدرت ثاني ديوان ليك تحت عنوان ذكريات الزمن الآتي، اللي بتقرأ لنا منه مقتطف. نعم. شنو العنوان القصيدة اللي بتكون؟ اخترت منه قصيدة نزيف الأنفاس. هو في كل كتابة عندما يقدم الشاعر أو على الكتابة لابد وأن تتراءى أمامه صور، فإذا به يعبر عنها بطريقة أو بأخرى. نزيف الأنفاس. نزيف الأنفاس يغتال أهازيج الصبح على مسمع الوجود الخاوي، تولول فيه رياح الغربة عندما تقسو على مسافر سرى مع خطى الفجر، يشق عباب بحر تصيدته الأمواج العاتية، وفي بستانك الغري
قد يورق الحب ويزهر. حينئذ تبدأ الحكاية مدبجة بحبر روحك، وقد أثقلتها بشكواك. دونك هاتيك الروابي مثقلة بهموم الجنى في الفصول العابرة، ترنو إليك من وراء الأفق تلاعبت به ألوان قوس قزح في البرية كالشوق لا يعطي رحيقه. ترنو إليك آمالك من زمن الحلم التائه، تخبرك بأنها ما هي إلا قصتك تجترها أيامك. وقد غدت بأشكال شتى، تشتتت أحداثها، وأما الأبطال فقد وسمتهم الهزيمة، وباتت قدرهم ومصيرهم. تمازجت الألوان والتبست الطرق والمعارج. أكنت ترى ذاتك في مرآتك وتلك تفاصيلها وملامحها بين حنايا الروح، متعثرة خطاك في زحمة أيامك، تتوالد خواطرك وقد انبعثت، تتراقص شذرات كالحقيقة لا تفسح عن كنهها في دروب ذاكرتك المنهكة، تطاردك في حلك وترحالك. فهل كنت قادرا على أن تتجاهل نزيف أنفاسك وهو الذي بغد آخر يخبرك؟ شكرا جزيلا للأستاذة والشاعرة مفيدة جلسي. أستاذة، للناس اللي تحب تتحصل على الدواوين سوى كل من نسيج الروح أو ذكريات الزمن الآتي، وين نجم تحصل عليه؟ يمكن أن يجدوها في مكتبة بوسليمة أو مكتبة الكتاب، تركت عندهم بعض موجودة عندهم النسخ اللي تحصلوا عليهم غادي إن شاء الله. أستاذة، بما أنه نحكيه على الشعر، خليني نحل معك نقاش. البعض يقول بكونه زمن الشعر انتهى والعرب ما عادش هما ديوان الشعر أو والله في نظري سيبقى ديوان الشعر ديوان العرب. والدليل كذلك أنه في كل الأزمات، واليوم ما نراه في غزة، من وقف الشعراء؟ أدب المقاومة سيبقى يعني موجودا عن طريق الشعر وعن طريق طبعا كل الأجناس الأدبية، ولكن الشعر اليوم يعني مع يعني ما يقع في غزة اليوم من كوارث وما نراه من أشياء يعني ينفلق لها الصدر وينفطر لها القلب، ففي كل لحظة نجد يعني حركة، فعلا حركة يعني دؤوب اليوم، يعني أمسيات في كل يوم تقريبا نجد، والتعبير عن المقاومة يكون بالشعر. فإذا تبقى الكلمة الشعرية في النهاية هي التي تحمل صداها للتعبير عن كل هذه القضايا الحارقة التي نعيشها. فإذا يبقى الشعر دائما هو المعبر عن هذه القضايا. لكن الكثير يقولوا بكوننا نحن قاعدين نعيش في زمن وعصر الرواية، والرواية هي الأقدر على معالجة قضايا المجتمعات المعاصرة مقارنة بالشعر. أي فعلا، هو اليوم الرواية أخذت يعني حيزها الكبير في الاحتفاء بالرواية التي صارت السرد، نقصد طبعا يعني هي التي اليوم يعني تأخذ الحيز الأكبر في الاهتمام، وحتى الكثيرين يعني الكثيرون تركوا الشعر ويعني التفتوا إلى كتابة الرواية. ولكن هنا في النهاية مع طبعا هذه ما نجده في هذا الواقع، فهناك فعلا نوع من الاستسهال لمن يكتب اليوم في الرواية، لأنه الرواية تعتبر فماش كون يكتب لمجرد الكتابة فقط. البعض يعني لا أدري، يعني هناك من تجده متطفلا على السرد، فإذا يعني وهذا مثلاً أشار إليه الكثير. كما شكون مثلا؟ والله لن أذكر أسماء، ولكن هناك من يعني الرواية لها يعني لها من يتقنها، من يكتبها، من يعرف، من هو عارف، وعندما نقول يعرف يعني يعلم بمعنى العلم، لمقاومة السرد
والرياضة ليست في متناول كل إنسان. أنا مثلا يقولون لي أكتبي، لماذا لا تكتبين؟ لمحاولات وأنا في الجامعة، يعني مجرد هكذا، ولم أتجرأ على ذلك لأدخل ميدانا أجازف فيه. يعني أنا لذلك قلت لك أنا ناقدة قبل كل شيء، وأكتب الشعر، والشعر كذلك يعني هي مجرد، دائما أقول أحبو أنا في دنيا الشعر، ولكن دائما أحفظ لنفسي احترامي، ويعني أكتب فيما أرى نفسي فيه، ربما أتقن ذلك فقط. ممتاز جدا أستاذ، أنت مش جتنيش وحدك، جبتنا معك مفاجأة ممتازة. جبت معك الأستاذة والكاتبة حبيبة المحرزي، أهلا بك وما أستاذ. أدراك ما حبيبة المحرزي. مرحبا عزيز، هذه ثالث مرة نزوركم في مرحبا القناة، بارك الله فيكم الحياة فام، دمتم ذخرا للحرف وللكلمة وللأدب. شكرا ومرحبا بك على تواجدك معنا، ومرحبا بك في كل وقت. بما أنك متواجدة معنا، خلينا نستغل الفرصة وتحكي لنا على مداخلتك في افتتاح أيام غسان كنفاني لفنون المقاومة اللي كانت نهار الخميس 14 ديسمبر 2023. نعم، هذه الأيام كلنا نعيش على هذه المأساة، اقتحام غزة والعدوان الذي تتعرض له هذه المنطقة المتجذرة في التاريخ. والمقاومة هي أصل وهي نتيجة وهي ظاهرة لن تمحى ما دام في الحياة ظلم، ما دام في الحياة غطرسة. أخيرا اجتمعنا في دار الثقافة نموذجية بن عروس، احتفينا بالكاتب غسان كنفاني. غسان كنفاني لا أحد لا يعرف هذا الاسم، سيظل اسمه يبرق بين الأجيال كنور ساطع. لماذا؟ لأنه قاوم بالقلم، قاوم واستمات في المقاومة حتى دفع دماءه ثمنا لهذه المقاومة بالقلم. كتب عن أرض البرتقال، كتب عن غزة، كتب عن نابلس، كتب عن كل هذه الأراضي المغتصبة، كتب بدمه. والقلم أكثر إيقاعا وأكثر وجعا وأكثر تأثيرا من الرصاص ومن الصاروخ ومن كل هذه الأشياء ومن المتفجرات. مثله مثل ناجي العلي أيضا، الذي كان سلاحه الوحيد ورقة بيضاء وقلم من الرصاص، قلم رصاص، لذلك قتلوه ولم يحتملوا هذه المقاومة بالفن وبالأدب وبالكلمة. أكيد واضحة وصريحة. أستاذة مفيدة، مؤخرا كنت كتبت قصيدة حول القضية الفلسطينية وحول أهالينا في غزة، لو كنت نجم تقرأها لنا. سأقرأ جزءا منها، هي مطولة. قصيدة طبعا بعنوان أنا الشهيد. أنا الشهيد يا أم ما مت، أنا الشهيد يا أم ما مت، نذرت الروح للقدس عروس المدائن، طائر الفينيق أنا غدوت خالدا، كابوسا صرت جاثما على صدر الغاصب الآثم، انتفض من رماد الأجيال، انبعث شعاعا ينير ذاك المدى، من قال إنني إلى فناء فلينظر إلى حدائقي، تزينت منذ الأزل بزهور الأمل، من الخليل إلى بيت لحم ويافا، إلى غزة العز والإباء، ركبت المطايا وأسرجت خيلي، أطلقت سهام الردى على بني صهيون طوفانا يدك جحور العدا، تخبر عني العواصف سيولا تزلزل حصون الطغاة على الجبهات، براكين تجتاح حممها قصور الغرباء الغزاة، تدروها تجعلها هباء، فيا العابر على عروش أرض الميعاد، على أوردة الروح الظمأة، تظل روحي تحرس فلسطين الأبية، وعلى كتفي ستبقى البندقية لنخوض المعركة الملحمية، فسحقا ثم سحقا لمن ظن إنها نسيا منسيا أضحت هذه القضية، فهذه الأرض عربية وفي التاريخ فلسطينية.
شكرا جزيلا أستاذة على هذه الكلمات الراقية، وكل الحب والتضامن مع أهالينا وأخواتنا في فلسطين. خلينا نرجع للأدب ونرجع لتونس والعالم العربي، كيف يمكن أن نحول النص الإبداعي العربي إلى نص عالمي أستاذة؟ إلى نص عالمي، عالمي عنده إشعاع عالمي. نعم طبعا لابد أن يكون للنص العربي إشعاع عالمي، وذلك عن طريق الترجمة. فإذا الترجمة شيء أساسي لكي نعرف بهذه الإبداعات التي في كل الأجناس طبعا، لا سيما الشعر، الرواية إلى غير ذلك. فإذا ونعول كذلك على وسائل الإعلام التي يمكن كذلك أن يكون لها دور كبير في التعريف بهذه الإصدارات وهذا النص العربي. ثم كذلك لا ننسى دور المبدع في حد ذاته عندما يسعى ربما أحيانا لأن يبذل جهدا في التعريف بإصداراته، ومرة أخرى هي حلقة ندور فيها ويبقى هنا دائما الإعلام له الدور الأساسي والحيوي في ذلك، ودور الترجمة كما أكدت. من عرش أستاذة كان شاطرني الرأي أو لا، تقريبا ما عدا بعض الأسماء في الأدب العربي كما نجيب محفوظ، ميخائيل نعيمة، وبعض الأسماء الأخرين اللي جبران. عندهم جبران خليل جبران وبعض الأسماء الأخرى اللي عندهم إشعاع عالمي، الأغلبية الأدب العربي وكأنه ما عندوش، يعني الأعمال العربية لا تترجم إلى العديد من اللغات الحية حول العالم. أيوة والله هؤلاء يعني طبعا هم الأفذاذ في الأدب طبعا في كل، إذا قلنا مثلا جبران مثلا ترجمت كتاباته إلى العديد من اللغات طبعاً. نجيب محفوظ الذي نال جائزة نوبل طبعا، فهذا يعني ساعدهم، وكانت فرق هو قضية يعني شائكة جدا في أن الزمن الذي عاش فيه هؤلاء يعني كان الاحتفاء بالكتاب والأدباء والشعراء، وكانت لهم مجالس وصالونات، والنشر كان طيعا يعني سهلا. إذا قارنا اليوم يعني دور النشر يعني بصراحة يعني نحن نطمح لأن ننشر، ولكن الجانب المادي يخذلك يعني، والكل يعاني من هذا. ف يعني المبدع أصبح يبحث عن أن يعرف في بلده قبل، فما بالك إذا ما انتشر، يعني صعب جدا الأمر. فإذا هناك ظروف كثيرة يعني هي معرقلات في النهاية. أستاذة حبيبة محرزي، رأيك في هذا الموضوع، كيف يمكن أن نحول النص الإبداعي التونسي والعربي إلى نص عالمي؟ النص الإبداعي العربي والتونسي لابد أن يتحول إلى العالمية، أن يخرج من النطاق الضيق كما قالت صديقتي دكتورة مفيدة، بالترجمة وبالملتقيات التي ربما تكون متنوعة، يعني نستضيف فيها مترجمين من العالم كله، من الإنجليز ومن الفرنسيين ومن الألمانيين، وهناك أيضا حتى مستشرقون ويرغبون في ذلك، لكن إذا كنا نحن لا نسعى إلى ذلك فلن يبحث عنا أحد ويقترح علينا أن يترجم كتاباتنا، فهذا جيد. وأيضا لابد من هذه الملتقيات قلت التي تجمع بخلاف حتى الترجمة، أن نخرج من النطاق الضيق إلى النطاق الأوسع، هكذا يمكن أن ندخل العالمية في الكتاب. ويبقى الأمر رهين كذلك وزارة الثقافة. نعم. يعني الدعم هام جدا للمبدع في النهاية. فنحن في كل شيء نحن نتحمل مسؤولية يعني الإنفاق، وهذا مكلف جدا، خاصة اليوم دور النشر التي وحتى وإن أخذت الدعم ولكن يبقى الطبع الكتب صعب جدا، وحتى البعض يعني بصراحة يعيش قهرا من المبدعين، ونتحدث نحن ونعرف. لكن الوزارة يعني حسب علمي تدعم بعض الكتب، تدعم في الشراءات ولكن ليس الدعم الذي المرجو يعني بصراحة، يعني هناك يعني تقصير كبير في حق المبدع بصراحة. واضح جدا، ونتمنى رسالتك توصل للمعني بالأمر. لو كنت تقول لنا أستاذة ما هي مشاريعك الأدبية القادمة؟ مشاريعي الأدبية القادمة إن شاء الله
هو يعني أن أنشر يعني تروحتي في الدكتورة، غيرت حتى العنوان، غيرت تقديمي لغير ذلك، قمت فيها بتحوير، وكذلك دراستي في الكفاءة في البحث، وكان عن السيرة الذاتية مع أستاذي المرحوم المنجي الشاملي، قمت بها سأنشرها أيضا. ممتاز جدا، أكيد ننتظر هذا. نفس السؤال أستاذ حبيبة، مشاريعك الأدبية القادمة؟ إن شاء الله. قلت أنا لي تقريب 3 أو 4 إنجازات أدبية، سيرة ذاتية وهي يوميات أكثر منها سيرة ذاتية، ورواية عنوانها المجنونة، ومجموعة قصصية ثالثهما الشيطان، وتقريبا ثلاث إنجازات. نعم، وسيرة ذاتية التي عنوانها يوميات في القيروان. شكرا جزيلا لكم، للأسف الوقت تعدى بسرعة كبيرة معكم. تحية للدكتورة والناقدة والشاعرة مفيدة جلاسي على الحضور وتواجدك معنا وقبول الدعوة. خليل كريم الختام. شكرا لهذه الدعوة، فعلا تمتعنا في هذا اللقاء إذا بطرح مسائل كثيرة، وأنا ممتنة لكم ولك أيضا أخ عزيز، ودمتم بخير وموفقين دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا كذلك أستاذ حبيبة المحرزي على التواجد معنا. وخليل كريم الختام. عايشك. شكرا حياة فام، شكرا عزيز، شكرا على هذه قلت البرامج النيرة التي تسير بنا نحن والأفضل إن شاء الله. شكرا، يعطيكم ألف صحة. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لهذا الأسبوع. تحياتي للسيد المخرج نوفل الشرطاني اللي كان مرافقكم في كل من الإخراج التقني والرقمي. احنا هكا نكون